السلام عليكم اخوان، اليوم راح نعطيكم طريقة جمع بذور البامية وتخزينها للسنة او الموسم القادم اللي هو الشهر الثاني لحين زراعتها. طبعا هسه احنا بشهر تموز، البامية تقريبا انتهى موسمها مثل ما تشوفون، الاوراق اغلبها ساقطة الاوراق، تحولت الى اللون الاصفر، بدأ حجم قرون البامية يصير حجمه كبير، يعني احنا نقول بالعراق نسميها مخشبة. انتاجها وصل الى ادنى مستوى، يعني نادرا ما تلقى انتاج قليل بيها، يعني جديد صاير كلش قليل انتاج مالتها. بهاي المرحلة هي مرحلة تكوين البذور وجمع البذور وتخزينها. القرون البانية من نجمع منها البذور، الخطأ يعني تبع الأغلب ناس هو يجيبها خضرة، يشوفها كبير، يشوفها قرون كبار خضرة، يشلعها ويجففها تجفيف شمسي أو تجفيف هوائي. هذا غلط، المفروض خليها لما تجف بشكل شبه تام، مو تام، مثل هذه تبدي تشقق الجوانب مالتها. هنا البذور صارت كاملة مكتملة النضج ووصلت مرحلة الجفاف وهي على الشجرة. بهاي الحالة مكتمل تكوين الجنين مالتها، من تزرعها راح تعطيك نسبة انبات عالية، ما راح تصير بيك عندك خسائر كبيرة. يعني مثلا نفرض بدل ما نسبة انبات 75% صار عندك نسبة انبات 85-90% من الجف بشكل تام. طبعا نشجع على انتاج البذور للفلاح بداخل ارضه وتخزين البذور بنفسه، لان راح يصير هاي البذور متأقلمة الشجرة ويا المناخ ويا البيئة الموجودة بالارض مالته، فالبذور هي راح اصلا هم تأقلمت، لان باعتبارها ان الشجرة الام مالتها متأقلمة ويا البيئة، فراح تواجه مشاكل اقل بزراعتها بالسنة اللاحقة. الافضل هذا الافضل للفلاح وللمزارع، حتى ما يصير عنده اصابات، ما يصير عنده يعني مشاكل بالزراعة، ينتج البذور مالته ويخزنها بنفسه. وان شاء الله هذا الفيديو عن طريقة بس تخزين البذور، انتاج البذور، راح ننشر لكم عن طريق زراعة البامية السنة الجاية ان شاء الله بشهر الثاني، لان هي موعدها يبدو الشهر الثاني ويستمر لحد نهاية الشهر الثالث. وتابعونا ان شاء الله الفيديوهات القادمة عن مختلف النباتات. شكرا جزيلا.